السلام عليكم. به الكلنا كنا رافضين الاتفاقيه نتاع ميلون، متفاهمين؟ لحد انه موقفنا من الاتفاقيه ذي خاصه بند الهجره خيانه عظمى للوطن. باهي، ووقعوا وما قالوا لناش، والا ما وقعوش، والا والا والا، لحد انه معناها جاء اكدلنا السيد عزمي الحاج احمد انه تم التوقيع. باهي يا سيدي، كشفنا لكم نحن النهارين اللي فاتوا اللي نهار 25 ميلوني كانت جايه. علاش جايه؟ جايه باش تمد 50 مليون اورو للنظام الحالي. باه سياده الرئيس، باه وقعت لنا على قانون هذاك نجيبوا له فرقه من البحر، ووقعت لنا على شو اسمها لازم نطبقوا عليهم حقوق الانسان ونعرضوا عليهم العوده التوعيه اذا كان حبوا، واذا كان ما حبوش نستقبلوهم معناها ويقعدوا معزين مكرمين. وكا وحدك قلت معناها لا اعرف كيف تم توطينهم، فاهمين؟ به ونشكرك معناها، ولا نشكر الحكومه نتاعك على دمجهم معناها في شو اسمها في السي ان اس اس، وك القانون معناها نتاع 5 سنين يولي جو به. ولكن فارق جيب من البحر العامرة تغلي، صفاقس تغلي، ريانة لا أراك الله مكروه. باهي هذا الكل خليها على جنب، تو نحلوه مع سيادة رئيس الجمهورية القادم. أنت ما قدمت اليوم الدوسي نتاعك. باهي أنا مشى في بالي التصويرة هذه اللي ريتها هز فيها دوسيات ما نعرفش فيها، مشى في بالي اللي انت هز فيها 900 مليون اورو. فوين ال 900 مليون اورو؟ وين؟ ماك وقعت هي ماك اهم حدث معناها في تاريخ حكمك وكل شيء هي الاتفاقيه ذي. هي به ال 900 مليون اورو اللي انت معناها ما فضلتناش نحن ومشيت في الاتجاه هذاك، وين؟ ما هو ما يغلبك كان اللي يقول لك اعطيني حقي. به هذا حقنا، من حقنا نحن كتنسيقيه وكتوانسه نسالوك، وهذا السؤال اللي يلزمه يكون ترند، متفاهمين؟ به شوف معايا لهنا، هذا ارتيكل هبط بتاريخ لا 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 محمد رسول الله 17 افريل 2024. قال لك سباسينتيتو، اسمع الكلام، سباسينتيتو معناها نفذ صبره، نافذ صبره. وين ال 900؟ وين ال 900؟ ما فماش 900. هل قدمونا فيهم ال 900 والا وضحوا لنا؟ اخرجوا وضحوا لنا. هل معناها ال 900 باش يجيو قبل الواحد؟ ما انا باش ننتخبك وانت ما قدمت معناها دوسيك ودوسيك كامل وخذيت البي 3 وكل شيء. باه انا كي باش ننتخبك على قليله وريني ال 900. انتوما يا جماعه 25 اسالوا معايا وين ال 900؟ 900 مليون اورو وين؟ متفاهمين؟ باه قال لك سباسينتيتو. باهي شنو قال لك اخر؟ نونا فيزيتو امبرا دي 900 ملي يورو، معناها ما شافش الخيال نتاعهم. اقرا معايا لهنا، خياله ما خيال ال 900 مليون اورو ما ريناهاش، هذه اللي باش يعمل بها اصلاحات ويعمل بها درشني. هل قدمونا؟ كان قدمونا قولوا لنا. هي ويني معناها هذا المفروض اهم انتصار معناها باش تخرج به للشعب التونسي. تلغينا نحن الكل على جنب وتقول يا توانسة هاني جبت لكم 900 مليون اورو. ويني ال 900 مليون اورو؟ باه هي كانت باش تجي، هذه اللفعه اللي نحن نكرهوها كره الاعمى، كانت باش تجي اللي دمرت لنا بلادنا بالاتفاقيه هذيا، كانت باش تجي نهار 25، ولكن سبحان ربي كيف عمل لها كارثه في بلادها. طاح سقف عليها 13 شخص فماتوا الكل، فكيفاه رست لها ما جاتش. باهي لا شفنا ال 50 ولا شفنا ال 900، اخطانا من ال 50 وين ال 900؟ فهذا السؤال اللي لازم تجاوب عليه، خاطر هذا المفروض اهم انتصار في حياتك الكل. وين ال 900؟ كيفاش باش تمشي انت معناها تقدم معناها تتقدم معناها للدوره اخرى، مع اننا شدناك انك يا سياده الرئيس راك فشلت وصيي خلينا ننقذوا تونس، ولكن انت كيفاه مقبل وتحب تحكم معناها؟ وشوف الطريقه هذيك نتاع هزان الواحد، ما نعرفش عمر الفاروق معناها يهز في ما فهمتهاش اللقطه ذي. ما عندك مو فما بروتوكولات هذوك الامن الرئاسي شنو يعملوا معناها بالضبط؟
ما المفروض انت نحب نراو فيك رواحنا، نحب نراو فيك زعيم رئيس كذا كذا، فما فهمتهاش انا اللقطه ذي. معناها هذا لهنا نزار الشعري وهو يفرق معناها في المساعدات على الناس ولا يعطي فيهم في لومجه، زاد كيف كيف يتشبه بالفاروق. ولكن نزار الشعري انا ما نجمش نساله وين 900 اورو ولا 900 مليون اورو، فهذه لازمها تكون ترند. وين 900 مليون اورو؟ هل قدمونا فاهم ولا كيفاش؟ معناها نحن نعسوا على البحر ونجيبوا لفارقه والتوطين والحكايات هذوك الكل، وانت معناها قلت كيفاش كيفاش تم التوطين وانت ما في بالكش. فعلى قليله 900 مليون اورو في بالك بهم وين ولا لا؟ وهل معناها باش يوصلوا قبل 6 اكتوبر ولا كيفاه؟ صايي معناها طاح كيف على ظل. فبالرسمي ويني 900 مليون اورو؟ هاو الارتيكل كامل قدامكم، والا اذا كنت تحبوا السماح فيهم زاد قولوا لنا زاد، ما نحن الحلول الانسانيه نجموا نتبرعوا 900 مليون اورو، فهمتها؟ فانت لهنا انا باش نخرج نتكلم على قليله مع اهل العامره واهل جبنيانه اللي تم اغتصابهم واللي تم التحرش بهم واللي فكوا لهم اراضيهم واللي 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 واللي، فهمتني؟ على قليله كي باش نحكي يوم معاهم باش نصبروهم نجاوبوهم وين 900 مليون اورو؟ خاطر ما تجيش راه اعطيتوهم اربع شركات اهليه معناها، وقال لك هاي اقرا معايا لهنا اللي يحب يشري سهم في الشركه الاهليه معناها. بطبيعه هي شركات اهليه طالع الاسهم نتاعها للواحد معناها في العالم الكل خاصه في الصين وفي امريكا وفي كذا. وين 900 مليون اورو؟ هذا سؤال بسيط تساله لك التنسيقيه. هل قبل الانتخابات باش نشوفوهم 900 مليون اورو ولا باش تورينا وتوري للناس وين انتصاراتك؟ فهمتها؟ ونطلعوا نحن على قليله نحن نخرموا وحدنا. قبل الانتخابات باش نشوفوها 900 مليون اورو ولا لا؟ وشكرا مع كامل تحياتنا سياده رئيس الحاج، ونطلبوا من سياده رئيس الجمهوريه القادم انه يلغي الاتفاقيه ذي، متفاهمين؟ يظهر لي ما قلنا حتى شيء عيب معناها. قلنا ويني الفلوس تاع الاتفاقيه ذي اللي حياتنا تدمرت على خاطرها 900 اللوكس اللوكشه الكبيره هذيك تاع الفلوس ويني؟ كاو ما قلناش حاجه عيب، مو حقنا ذا باش نعرف، والا ماهوش حقنا بيه على قليله يا جماعه بيه بربي حاجه اخرى. حاولوا كيفاش معناها ما تعملوا مزيه تشكموا جماعه 25 جويلية من القيادات، اختانا ما خلي شو اسمه سيمونير خليه على جنب، ولكن هذا خونا سقراط اشكموه على قليله قولوا له ناحي التصوير هذاك كي باش تبدا تقول كلام السفاهه ناحي التصوير. هذه الحاجه الاولى. مدام الاخرى هذيك اللي قالت الدم يسيل الركايب وما نسلموش للحكم ودرا شنيا حتى بالانتخابات، فهل باش تحققوا معاها والا لا؟ فهمتها؟ وهي هل باش تخرج تعتذر وتوضح معناها الدم شنيا اللي باش يسيل الركايب والا لا؟ فهمتها؟ وبرا السلام عليكم. وين 900 مليون اورو؟ هذا ترند هذا. والا كيفاش تحبنا ننتخبوك نحن من نصر؟ بربي فما واحد اذا كان تعرفوه خاطر انا عامني وراني هاجمته برشا مرات وما نعرفوش اسمه، هذا يعيش في ايطاليا معارض وبرا مهارب ودرا شنو، ولكن هو عنده المعلومات الكل نتاع هذه الاتفاقيات تاع الهجره ونتاع ميلوني ونتاع الاتحاد الاوروبي. هذا اسمه مجدي الكرباعي، اللي يعرفه يقول له خويا اتصل بينا اطلع معنا في حلقه خلينا نحبوا نعرفوا ما قال 900 اورو ويني؟ 900 مليون اورو ويني؟ اللي حياتنا تدمرت على خاطرها ويني 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 يا كرباعي وين يا سقراط الفحل؟ اما اني طلبت منك بكري تعمل علينا مزيه، تنجمش نبعثوا لك مراسله معناها باسم التنسيقيه تهزها الميلوني تعمل جريه كالغزال قول لها ويني 900 مليون اورو تعملها ولا ماك جارح هذا وفحل وطني وكذا؟